ناخد مداخله من الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير والحكم الدولي السابق. كابتن جهاد صباح الخير مشرف ومنور. كابتن كريم صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله بفضل ونعم. طيب هسالك الاول على حالات النهارده وبعد كده نخش شويه امور كده عايز اتناقش معاك فيها، رايك ايه النهارده؟ ايه اكثر الحالات اثاره للجدل في مباراه اليوم؟ بص يا استاذ كريم، انا الشوط الاولاني كان فيه لمسه يد على لاعب نادي انبي وكان الاهلي بيطالب بركله جزاء. صحيح. لمسه يد دي اللي هي طبيعيه جدا، مش مكبره الجسم، وبالتالي قرار الحكم كان صحيح وقرار الفار كان صحيح واستمر اللعب، ده قرار صحيح مفيش فيها ركله جزاء. عظيم. الشوط الثاني كان فيه هدف انبي اللي تم احراز الهدف الاهلي من فاول، الفاول ده هدف فاول غير صحيح. في مكافاه عادله بين الاثنين لعيبه، طاهر محمد طاهر مفيش اي دفع. مفيش اي مسك، مفيش حاجه، مفيش خطا يحاسب عليه. اللعبه دي لو في اي مكان في الملعب مفيش فاول، لو جوه منطقه الجزاء مفيش ركله جزاء، وبالتالي الفاول اللي تم احتساب هدف انبي منه فاول غير صحيح. في لعبه ثانيه تم الاهلي طالب بركله جزاء، لاعب انبي لاعب الكره من رجله جت في ايده. لما انا كلاعب بلعب الكره من رجلي، نفس اللاعب بلعب الكره من رجلي لايدي اللي موجوده في وضع غير طبيعي، قرار الحكم مستمر اللعبه راح شافه الفار. الفار طبعا كان مخطئ لما استدعاه، والحكم لما شافه الفار لقى الكره اللاعب نفس اللاعب لعب الكره من رجله لايده، وبالتالي ما فيش حركه للجزاء وقرار الحكم سليم واستدعاء الفار استدعاء خاطئ. اللعبه الاهم في المباراه لعبه حسام حسن، الايد ممتده لرقبه ووجه حسام حسن مدافع انبي رقم 26، وده كان لازم يستحق ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب، وياخذ اللاعب النادي انبي لازم ياخذ انذار فيها رقم 26. فكانت ركله جزاء صحيحه للاهلي لم تحتسب. اللعبه الاهم كمان في المباراه بنتكلم على هدف الاهلي الثاني. صحيح. الكوره سابقه المدافع النادي انبي، وبالتالي احنا كل رسم خطنا على الكوره. الحكم الفار رسم خط الفار من الرجل بتاع لاعب النادي الاهلي وحسام حسن، لا يترسم الخط او نص الخط اللي بيختارها الحكم الفار اللي موجود او حكم الفار المساعد اللي موجود، لازم يرسمها من كتف مدافع مهاجم النادي الاهلي اللي هو مايل او الاقرب لخط المرمى. وبالتالي هو رسم الخط غلط. لما ترسم الخط صح عندنا في كره بلاصه يا كابتن كريم، طلع مهاجم النادي الاهلي حسام حسن في موقف تسلل ما لمس الكوره، ولكن يعاقب ليه؟ يعاقب لانه عمل حركه واضحه اثرت على المدافعين نادي انبي، وبالتالي يعاقب بالتسلل، وبالتالي هدف الاهلي اللي تم احرازه المفروض هدف غير شرعي، ده تسلل واضح وكان لازم الفار يلغيه. فالنهارده يا كابتن كريم بنتكلم في مباراه فيها هدف انبي اللي تم احرازه فاول غير صحيح، بنتكلم على ركله جزاء للنادي الاهلي لم تحتسب، بنتكلم على هدف غير صحيح تم احتسابه النادي الاهلي، دي اخطاء كبيره في مباراه كبيره زي الاهلي وانبي. فطبعا يعني بنتكلم اي نعم مش مؤثره على فكره الماتش، الاهلي يكسب لو الاخطاء تم احتسابها بصوره شرعيه الاهلي يكسب المباراه، ولكن بنتكلم على التحكيم في حاجه مش مظبوطه طول الوقت. ايوه لا بص يا كابتن جهاد، بص انا سبتك تسترسل عشان انت وانت بتقول لي الكلام ده كله انا في حاجات ما خدتش بالي منها، بس انا دلوقتي مصدوم لما بتتكلم في اربع قرارات على الاقل حاسمه في المباراه، تمام، يبقى فيهم اخطاء في وجود فار وحكم في الملعب، يبقى احنا هنا قدام مشكله كبيره. بغض النظر المشكله دي زي ما حضرتك قلت انه لو الاخطاء دي ما كانتش اخطاء كان برضو النتيجه هتودي لفوز النادي الاهلي، بس هي مش دي الحكايه. الحكايه بالنسبه لنا احنا ما يفرقش معانا اهلي او ان بيكسبوا، الحكايه بالنسبه لنا ان في اخطاء بالجمله في مباراه واحده، في مباراة اخطاء كبيرة في مباراة كبيرة يا كابتن كريم، انا اخطاء كبيرة في مباراة كبيرة زي الاهلي عشان ويبي. عشان في جملة كابتن جهاد لازم نعترف ان في اخطاء في التحكيم المصري عشان نواجه اخطائنا ونصلح من التحكيم المصري. يا كابتن جهاد الجملة اللي بتتقال دايما، الجملة المشهورة قوي، يا جماعة ما في اخطاء في كل مكان في العالم، ما الدوري الانجليزي فيه اخطاء والدوري الاسباني فيه اخطاء، بس حتى الاخطاء اللي بتحصل في اماكن عالمية زي دي ما بتبقاش اخطاء بالجملة زي دي، دي مباراة واحدة فيها اخطاء بالجملة، وبعض الاخطاء تبقى واضحة وضوح الشمس، مش محتاجة حكم كبير حتى ولا حتى وجود فار، ويمكن تتحسب من غير حتى الفار. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الأزمة اللي احنا فيها دي؟ والأزمة اللي بدون لازمة حقيقي، يعني احنا كل سنة بنعيش نفس الأزمة. هقولك بمنتهى الأمانة عشان برضه احنا بنتكلم بمصداقية معاك، طول الوقت بنتكلم بمصداقية. يا ريت يا كابتن. احنا من الأسبوع الثامن بنتكلم في مشاكل في التحكيم، تمام؟ أنا كمسؤول على التحكيم المفروض أعترف بأخطائي، مش شرط أتكلم في إعلام بس أعترف بأخطائي، ولما بعترف بالخطأ لازم أصلح من نفسي. انا وانا حكم عشان اطور من نفسي اروح كاس عالم، لازم لما اغلط غلطه انا غلطت، وبالتالي لما اخطئ
اصلح من خطئي، اطور من نفسي. التطوير كده ان انا بعترف اولا بخطئي، بصلح من الخطا ده ما كرروش تاني ولا اي حكم زميلي يكرره تاني، وبالتالي اطور من تحكيمي. لكن طول ما احنا بنبرر اخطاء مش هنطور من تحكيمي. طيب كابتن جهاد، المباراه الماضيه اللقطه الشهيره، لقطه النادي الاهلي وانت اللي هي الجون اللي لم يحتسب ليه النادي الاهلي وقت ما كان رامي ربيع بيحرك الكوره، انت قلت انه ما كانش كان المفروض يرجع للفار وان الهدف مش صحيح، لسه عند رايك؟ بص انا عند رايي في نقطه، ان الهدف غير شرعي من ناحيه بدايه الهدف. تمام، انا بعتها لخبير، انا واحد اللي علمني انا الفار، واللي اداني رخصه الفار في الاتحاد الدولي، انا كنت رخصه الفار كحكم في الملعب من الاتحاد الدولي، واللي اداني رخصه الفار في كمينه الفار برضه من الاتحاد الدولي. انا سالته بصراحه، انا طبعا زي ما بقول لحضرتك لازم طول الوقت نعلم من نفسنا ازاي ان احنا ندور ونبحث ونشوف. صح، مصر كلها بعدت لكل خبراء العالم، انا عايز اقول لك اللقطه دي لفت العالم كله. فالراجل بيكلمني في حاجه واحده، انت دلوقتي في خطا موجود في الملعب، يعني الحكم لازم ياخد القرار في الاول بصفاره يثبت الكوره ونستمر، ما كانش في مشكله. طيب الحكم استمر باللعبه واستمر بالشغل اللي هو كان عامله ده، الفار كان ممكن يديله كلمه يساعده بكلمه يعني يخرج المشكله بكلمه واحده يحل المشكله من الازمه اللي احنا وصلنا ليها. لكن هو الخطا الاساسي يا كابتن كريم في اللعبه ان الفار خرجه اون فيلد ريفيو، اللي هي الرؤيه اللي بره الملعب. لكن لو حد من المساعدين اداله القرار، لو الفار اداله القرار بصيغه ما تنتهكش البروتوكول بتاع الفار، القرار سليم والهدف برضه غير شرعي. انا عندي قرار الهدف غير شرعي، لكن بنتكلم في الطريقه اللي تم الغاء الهدف بيها. طيب لكن انا فعلا انا يعني لا اخجل ان انا اقول ان احنا بنتكلم في تصحيح اخطاء، حتى لو محلل، حتى لو حكم، حتى لو الدنيا كلها مفيش مشكله، في الاخر بنتكلم في الصح. لقينا مصلحه مع لون ولقينا مصلحه مع احنا دلوقتي بنتكلم في مصداقيه وبنتكلم في صوره وبنتكلم في بروتوكول وبنتكلم في قانون. جرأة واحترام من حضرتك كالعاده يعني يا كابتن جهاد. كابتن كريم انا هقول لحضرتك على حاجه، اصل انا برضو كلمته في نقطه مهمه جدا. قلت له مستر ديفيد، انا كان عندي ماتش الحرس والحرس الحدود، انا كنت فار فيه، كان احمد الغندور حكم في الملعب. تمام؟ وكان تم الماتش ده اللي حرس الحدود نزل بيه. وتم احتساب ركله ركنيه لحرس الحدود، الركله الركنيه دي اساسها ركله مرمى، يعني الاساس الكورنر مش كورنر، الكورنر كان ركله مرمى. احمد طبعا ما كانش فيه حاجه خفيه نقولها، لان هو كان طالب مني ما تقولش حاجه خفيه وانا ملتزم بكلام الحكم اللي معايا. اتلعبت الركله الركنيه داخل الجول. جالي حرس الحدود كان بيكسروا عربيه الفار، انت بتتكلم في ماتش بينزل فيه. اللي هو مشهور ربنا يديله الصحه حاليا في عضو اتحاد الكوره، كابتن جهاد، قلت له ست اللواء الكورة ركلة مرمى وانا شايف بعد الماتش ما خلص، ركلة مرمى وانا شايفها، لكن البروتوكول الفار يمنعني من التدخل. كان كلامه واضح بعد المباراة، بروتوكول الفار يا ست اللواء حتى لو الراجل اخطأ في احتساب ركلة ركنية وهي مش ركلة ركنية واسفرت عن هدف، وعلى فكرة الهدف ده اللي نزل حرس الحدود، لكن بروتوكول الفار مكتفني. طيب ما ينفعش اتدخل. طيب فيه كابتن جهاد، خليك معايا بقى واحدة واحدة في اللي هقوله لك ده. هل دلوقتي هنا اصبح في خطا في تطبيق القانون او في تطبيق بروتوكول الفار، في خطا واضح يستلزم مثلا طلب النادي الاهلي باعاده المباراه؟ هل للنادي الاهلي الحق في اعاده المباراه؟ والله يا كابتن الموضوع اعاده المباراه دي ده لجنه المسابقات وقرار لجنه المسابقات، لكن يا كابتن كريم عايز اقول لك على حاجه من ضمن الكلام اللي بنتناقش مع راجل انا بقول لحضرتك، راجل انا بتعلم منه لانه استاذي في قصه الفار واستاذ كل محاضر. اسمه ايه يا فندم؟ اسمه ايه يا كابتن جهاد؟ يعني كل محاضر موجود في العالم هو الراجل ده حضره. اسمه ايه يا كابتن جهاد؟ ديفيد لاريا. اوكي، فهو الراجل ده الانجليزي صارم، يعني شغله عايز اقول لك محاضر على مستوى عالي جدا، وبالتالي كلنا اتعلمنا منه. بيقول لي حتى لو في تجاوز في بروتوكول الفار مفيش اعاده مباراه، لكن احنا بنتكلم الموضوع الاعاده بتعاد ازاي ولا المسابقات، ده مش طرفنا كحكام، يعني القصه دي في لوائح في محدده في الاتحادات في المسابقات هي دي اللي بتتحكم في موضوع اعاده او عدم اعاده. لكن احنا بالنسبه لنا كحكام بنتكلم ان الفار لو انت تجاوزت في حق الفار اللي بيحصل في البروتوكول، يعني اللي بيحصل بيتبعت انذار واثنين وثلاثه للدوله اللي تتجاوز حق الفار، وحصل مع انجلترا في اول ما طبقوا الفار ان كان في تدخل من الايفاد بارسال تحذير، انت اخترقت بروتوكول الفار، وبالتالي خلي بالك انت تاخد انذار واثنين وثلاثه، وبعد كده ممكن نوقف التجربه تماما في البلد المخالفه. لكن عزل المباراه دي بتبقى لوائح لجنه المسابقات والمنظمه للبطوله، فده اللي بياخد القرار مش الحكام، احنا كطرف مش طرف في القصه دي خالص يا كابتن كريم. صحيح. طيب اول واحد هنا كلمته من وقت ما اعلن ان اقامه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا
هتقام في المغرب. سألتك على الطاقم التحكيم أو الحكم الرئيسي اللي شايفه الأفضل لهذه المواجهة، وقلت لي أنا شايف أفضل حكم يدير هذه المواجهة هو الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. النهاردة الكاف أعلن رسميا أن فيكتور جوميز هو حكما للمباراة النهائية بين الأهلي والوداد، رأيك إيه؟ ويمكن لما قلت لك انت استغربت، لكن لاعب العوده في قبل النهائي الوداد وايف بيتر اتلتيكو، مظبوط، يعني لعب في المغرب وسالتك في النهائي، ودي اول مره تحصل لحضرتك اتلتيكو يكرر حكم قبل النهائي في النهائي. ما انا سالتك ساعتها، هل ما انا هكمل حضرتك عشان افكر الناس. انا سالت حضرتك ساعتها هل ما يمنع ان فيكتور كوميز يدير المباراه النهائيه، قلت لي لا، احيانا مفيش حاجه تمنعه، بس العرف بيقول يعني انه مفيش حكم بيحكم مباراه عوده في نصف النهائي بيحكم النهائي، وده كان مخليك شاكك انه فيكتور جوميز ممكن يحكم المباراه النهائيه. هو شاكك، بس كل المقدمات اللي حصلت ومشكله اللعب المباراه والمشكله اللي كانت مثاره، كل المقدمات دي كلها كانت كفيله بان هو يبقى موجود في المباراه النهائيه. فيكتور جوميز عايز اقول لحضرتك ان الطقم بتاعه طبعا من ضمن خمس طقم رايحين كاس عالم قطر 2022 اللي هيلعب في المباراه، وفي نفس الوقت هو راجل فير، في عنده قبول من الاتحاد المغربي، من الوداد المغربي، وفي عنده قبول من النادي الاهلي في الطرفين. المباراه كبيره والاحداث اللي حصلت فيها كبرت المباراه اكبر واكبر، وبالتالي هو وجوده في مباراه زي دي هيضفي ارتياح نفسي على الفريقين قبل المباراه. وعايز اقول لحضرتك ان فيكتور جوميز يعني راجل عنده 39 سنه، برضه هتكلم على فيكتور جوميز، راجل 39 سنه من جوهانسبرغ، راجل اعمال عنده مصنع زجاجات بلاستيك. اقول لك بقى الحاجه اللي بقى ما حدش يعرفها والناس اللي تعرفها، يا ريت، وراجل عنده طياره خاصه، راجل يعني فيري ريتش، وكان رافض في 2018 الاتحاد الجنوب افريقي اعلن ده على صفحته الرسميه 2018 ان هو تم عرض رشوه عليه في نيجيريا في ماتش دوري ابطال ورفض الرشوه ديت، وتم اعلانه ومكافئته كمان من الاتحاد الجنوب افريقي. فالراجل يمتاز بالسلوك الحسن، الهدوء في الملعب، النظافه، وبالتالي احنا قدام طاقم تحكيم راح كاس عالم، طاقم تحكيم ان شاء الله نستمتع بادائه، وان شاء الله الممثل مصر في 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 في, في نهائي دوري ابطال افريقيا ياخد حقه في التحكيم ان شاء الله. وحكام الفار رايك فيهم ايه؟ الفار بابنا كيسيما كان معايا في نهائي 2019 من الحكام الكبار، لكن هو مشكله بابنا دلوقتي ان هو ما راحش كاس عالم، يعني استبعد على اخر خطوه ما راحش كاس عالم. هو الطقم بتاعه معاه محمد عبد الله من السودان، ومعاه هيثم قيراط من تونس. بس هو بابنا نفسيا الفتره دي انا قلقان عليه، لان طبعا انت كنت بينك وبين كاس العالم خطوه واحده اعلان اسماء وتم استبعاده، لكن بابنا بخبراته الكبيره ان شاء الله اتوقع ان شاء الله يبقى خير سند لجوميز. وفي الاخر جوميز في الاخر القرار بتاعه لما يطلع، حتى لو في استدعاء، حتى لو بملك اداله حاجه مش مظبوطه، هيطلع يشوف بعينيه. وجوميز انا اثق فيه ثقه عمياء، لانه حكم من حكام الكبار حاليا في الاتحاد الافريقي. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.